الغزالي مفرد بصيغة الجمع، ورجل بعدة رجال، بل هو أمة، فهو الفقيه والأصولي الموسوعي المجدد، وهو المتكلم والفيلسوف والصوفي الذي استند إلى شواهد العقل واستدلالات المنطق في بيان قصور الفلسفة على بلوغ الحقيقة التي أبصرها بأنوار القلب، فللقلب أمور لا يدركها العقل. إذا نظرت إليه في طفولته وشبابه رأيت فيه الطفل اليتيم والشاب المتعطش لإدراك الحقائق بفطرته، والتلميذ الذي تفوق على أستاذه الجويني، طلب العلم في صغره بنية مواجهة قسوة الحياة وإكراهات الدنيا في بعدها المادي، فطلبه العلم لإحياء الدين والدنيا، فكان بحق حجة الإسلام. وهناك في طوس في قرية غزالة أبصر النور عام 450 هجري الموافق لألف وثمان وخمسين ميلادي، في بيت لا هو بالمغمور ولا المذكور عند العامة من الناس، فأبوه كان غزالا للصوف ورجلا شريفا عفيفا صالحا يأكل هو وأسرته من عمل يديه، ورغم عوزه وذيق الحال وقلة المال إلا أنه كان يؤثر العلماء على نفسه وعياله، ويهب إلى مساعدة ومجالسة من تعلق قلبه بهم وهم رجال الصوفية. هناك على بابهم دعا الله أن يهبه قلبا صافيا وولدا من صلبه يفقه الناس في أمور دينهم ودنياهم، فرزقه الله بأحمد ومحمد، وسخر له صديقا بعد وفاته أوفى بما اؤتمن عليه، وغرس في نفس الطفلين حب القرآن وحسن الإصغاء لمجالس الذكر، فشحن روحهما بالرغبة المتقدة والإرادة القوية للسير في طريق العلم. وكان ذكاء أحمد وقوة ذاكرته وسرعة بديهته وخياله الخصب وصفاء قلبه ونقاء سريرته وجمال خلقه وحسن خلقه مسببات لارتقاء الشاب في مسالك العلماء ومدارج الصالحين، وزاده الله بسطة في العلم ونورا على نور. وهناك في نيسابور كان اللقاء مع أستاذه الأشعري المتكلم بلسان الحال والمقال، الفقيه العلامة الجويني الذي أدرك بفراسته نبوغة تلميذه، فغرس فيه حب الدين، فكان الغزالي أشعريا قلبا وقالبا، لازم دروسه في المدرسة النظامية وتحول إلى مدرس فيها لاحقا. وفي بغداد هنالك ضاع سيته، فجمع بين خير الدنيا والدين حيث كانت له حاشية وحشم، واقترب من مجالس السلطان وتقاطع مع رجال السياسة، وسرعان ما احترق بنارها، وهناك بدأت محنته. مشروع الغزالي يرتكز على محاربة الأفكار الباطلة، والفكرة الباطلة لا يمكن أن تحارب إلا بفكرة صحيحة، وظلام الجهل لا ينكشف إلا بانبلاج فجر نور العلم، وسوءة الظلم لا تستتر إلا بثوب العدل، وأصح الأفكار هو بناء دولة الحق والعدل التي تأخذ بعلوم السماء والأرض، فالحق أبلج والباطل لجلج هي حكمة أدركها أبو حامد الغزالي، فربط في فلسفته بين سلطة الحاكم وسلطان الدين، فالدين أس والسلطان حارس، وما لا أس له فمهدوم، وما لا حارس له فضائع. حفزه تكليف السلطان المستظهر بالله على الرد على الباطنية ومعتقداتهم الفاسدة التي كان يتغذى منها الفساد السياسي، لا سيما عقيدة الولاء المطلق للولي سواء القائم بأمور الدين أو الدنيا.
تتبع الغزالي بالبحث والتقصي آراء فلاسفة اليونان والإسلام، وفهم مقاصدهم، وأثبت بالحجة والبيان، مرتكزا على المنطق كمعيار وميزان تهافت أفكارهم. طلب العلم فطلبه العلم وانتخبه لمهمة إحياء علوم الدين في عصر أطفأ فيه العوام بجهلهم والمبتدعة بمكرهم أنوار الشريعة ومشكات الحكمة وسراجها المنير، وأحرق فيه الساسة بظلمهم واستبدادهم كتب المنطق والفلسفة. عصر عجز فيه الكثير من الفقهاء عن المطالبة بدولة العدل، وأسكتهم الخوف والجلوس إلى موائد السلطان عن قول حقيقة أن العدل أساس الملك. فأفتى بعضهم بأن الفلسفة شر، وأنها لا تفيد إلا تشكيكا ورأيا ركيكا، وأنه من تمنطق تزندق. ثقافة أسست لنشر الجهل وتقديسه بين العوام في عصر الفتن والمحن. عصر ارتقى فيه الغزالي من شواهد الحس إلى منطق العقل، ومن الشك إلى اليقين، ومن التفسير إلى التأويل، وانتهى إلى الارتماء في أحضان العقل طالبا الخلاص، رحلة طويلة وشاقة كشفت عن محنته في ظاهرها وباطنها. محنة الغزالي لا يمكن فهمها وإدراك حقيقتها وتفسيرها إلا من خلال الوقوف على عواملها ومسبباتها الداخلية والخارجية. والمقصود بالعوامل الخارجية المحيط الثقافي والسياسي والاجتماعي آنذاك في القرن الخامس الهجري، وقد تحدثنا عن بعض ملامحه في محنة ابن النحوي. لقد كان الصراع السياسي على أشده حول من يتولى مقاليد الحكم في دولة الإسلام المترامية الأطراف في ظل سلطة ضعيفة مثلتها الخلافة العباسية، لا سيما مع تزايد النفوذ التركي في جيش الخلافة. وقد أشار سابقا الفارابي إلى خطورة هذا الأمر، فقد أباح قادة العسكر أنفسهم اقتطاع الأراضي وفرض المكوس. ضعف الخلافة العباسية قابله تزايد قوة وأطماع الدولة السلجوقية في انتزاع لقب خليفة المسلمين، بداية من تزويج بنت السلطان السلجوقي ملك شاه إلى الخليفة العباسي، ووصولا إلى أطماع بركيروق ورغبة حسن الصباح أمير قلعة ألموت وزعيم فرقة الحشاشين الذي لقب نفسه بالمهدي صاحب مفتاح الجنة، رغبته في محاصرة الإسلام السني والانتصار لشهواته ونشر الفكر الإسماعيلي النظاري. وعلى مستوى العقائد كان الصراع مستمرا ومتجددا بين الشيعة والسنة بمختلف فروعهما، رغم تراجع سلطة المعتزلة وبروز فرقة الأشاعرة. ولم تقف الفلسفة في القرن الخامس الهجري عند الخاصة، بل امتدت إلى العامة لانتشار المذاهب الكبرى وتعارضها. فكان هناك رافضة وحنابلة، شيعة وأهل سنة، معتزلة وأشاعرة، فلاسفة وعلماء. ويكفي أن نشير إلى بعض الوجوه البارزة والتي تعكس الملمح الثقافي لهذا العصر. ففي هذا العصر عاش أبو عبد الله البغدادي الشيعي، والقاضي عبد الجبار شيخ المعتزلة، وأبو علي بن سينا شيخ الفلاسفة، وابن الهيثم الرياضي والطبيعي المشهور، وابن حزم حجة الأندلس، والجويني وهو من كبار الأشاعرة وغيرهم. ولم يكن الوضع السياسي مستقرا في بلاد المغرب، فالصراع بين الدولة الحمادية والمرابطية لم يتوقف، والهجمات الصليبية حولت الأندلس إلى دويلات، فسقطت طليطلة في يد الإسبان، ودخل جيش المرابطين إلى الأندلس ثم زال ملكهم. فقد أسقط الدعوة بن تمرت وعبد المؤمن بن علي دولة المرابطين لتظهر على المشهد السياسي دولة الموحدين. ولم يكن الغزالي بمعزل عن هذا التوتر، فقد أقحم نفسه في هذا الصراع، فساهم في تحطيم دولة وبناء دولة أخرى، وكان من أسباب محنته العامل السياسي. أما على الصعيد الثقافي فيمكن القول أن الغزالي وجد نفسه في بيئة ثقافية مزدهرة بامتياز ومتحركة باستمرار،
سواء تعلق الأمر بالثقافة العلمية أو الأدبية أو الدينية، فقد وجد أمامه تراثا علميا ضخما في الرياضيات والطب وعلم الفلك وعلم الحديث وعلم أصول الفقه وعلم الكلام والفلسفة. وكانت شخصيات ابن الهيثم وابن سينا وعمر الخيام وابن عربي معروفة ومؤثرة في المشهد الثقافي، بل كانت قريبة من عصره، مشهد سيطر عليه الفقهاء الذين أفتى بعضهم بحرق كتاب الإحياء، مما ولد في نفس الغزالي حزنا وهما وأورث في قلبه مرضا تجلت من خلاله محنته. أما العوامل الداخلية فلا علاقة بشخصية الغزالي الذي كان صادقا مع نفسه، إضافة إلى رقة قلبه ورجاحة عقله، وقد امتثل القول المأثور حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وكان بطبعه متمكنا من النقد وصاحب مشروع نقدي نلمسه في كتابه مقاصد الفلاسفة وتهافت الفلاسفة، وميالا بطبعه إلى الشك، وهو القائل في ميزان العمل: إن من لم يشك لم ينظر، ومن لم ينظر لم يبصر، ومن لم يبصر بقي في العمى والحيرة والضلال، ولا خلاص للإنسان إلا في الاستقلال. وتمثل بذلك بيت المتنبي: خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل. يقول عبد الرحمن بدوي: فمنذ أن بدأ يقرأ كتب الفلسفة، ونحن نفترض أن ذلك كان في حدود سنة 484 هجري وهو في 34، تغير مجرى تفكيره، وحدثت له بعد ذلك أزمة روحية كان من نتائجها أن شك الغزالي في اعتقاداته الموروثة، وهذا الشك كان أول دافع له إلى النظر العقلي الحر. ومرض الغزالي والذي تسبب في محنته، وهو مرض نفسي بالأساس، صنفه البعض ضمن دائرة أمراض الذهان، وشعوره بالمرض دام 6 أشهر من رجب إلى ذي القعدة من سنة 488 هجري، حيث لسانه اعتقل عن الكلام وفقد شهوة الطعام. وقد وصف حالته في كتابه المنقذ من الضلال قائلا: فلم أزل أتردد بين تجاذب شهوات الدنيا ودواعي الآخرة قريبا من 6 أشهر، أولها رجب سنة 88، وفي هذا الشهر جاوز الأمر حد الاختيار إلى الاضطرار، إذا اقفل الله علي لساني حتى اعتقل عن التدريس، فكنت أجاهد نفسي أن أدرس يوما واحدا تطيبا لقلوب المختلفة إلي، فكان لا ينطق لساني بكلمة واحدة ولا أستطيعها البتة، حتى أورثت هذه العقدة في اللسان حزنا في القلب، بطلت معه قوة الهضم ومراءة الطعام والشراب، فكان لا ينساغ لي ثريد ولا تنهضم لي لقمة، وتعدى إلى ضعف القوى، حتى قطع الأطباء طمعهم في العلاج وقالوا: هذا أمر نزل بالقلب ومنه سرى إلى المزاج، فلا سبيل إليه بالعلاج. ثم لما أحسست بعجزي وسقط بالكلية اختياري، التجأت إلى الله التجاء الذي لا حيلة له، فأجابني الذي يجيب المضطر إذا دعاه، وسهل على قلب الإعراض عن الجاه والمال والأولاد والأصحاب، وأظهرت عزم الخروج إلى مكة وأنا أريد في نفسي سفر الشام، حذار أن يطلع الخليفة وجملة الأصحاب في المقام بالشام، فتلطفت بلطائف الحيل في الخروج من بغداد على عزم ألا أعاودها أبدا. ويتضح من النبش والحفر في كتب الذين تحدثوا عن الغزالي وأرخوا لحياته وفلسفته أنه أقام مختليا بالشام قريبا من 2، ولكن هذه المراجع لا تبين لنا كم أقام في بيت المقدس أو الحجاز أو طوس بعد عودته إليها، ولكنه أجمل ذلك وقدره ب10 سنوات وفي موضع آخر ب11 سنة. وصف الغزالي هذه الرحلة بدقة في كتابه المنقذ من الضلال،
قائلا: فارقت بغداد ثم دخلت الشام، وأقمت بها قريبا من سنتين، لا شغل لي إلا العزلة والخلوة والرياضة والمجاهدة، اشتغالا بتزكية النفس وتهذيب الأخلاق وتصفية القلب لذكر الله تعالى، كما كنت حصلته من علم الصوفية. فكنت أعتكف مدة في مسجد دمشق، أصعد منارة المسجد طول النهار وأغلق بابها على نفسي، ثم رحلت منها إلى بيت المقدس، أدخل كل يوم الصخرة وأقفل بابها على نفسي، ثم تحركت في نفسي داعية فريضة الحج والاستمداد من بركات مكة والمدينة وزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من زيارة الخليل صلوات الله عليه. فسرت إلى الحجاز، ثم جذبني الهم ودعوات الأطفال إلى الوطن، فعاودته بعد أن كنت أبعد الخلق عن الرجوع إليه، فآثرت العزلة به أيضا حرصا على الخلوة وتصفية القلب للذكر. وكانت حوادث الزمان ومهمات العيال وضرورات المعاش تغير في وجه المراد وتشوش صفو الخلوة، وكان لا يصفو لي الحال إلا في أوقات متفرقة، لكن مع ذلك لا أقطع طمعي فيها فتدفعني عنها العوائق وأعود إليها، ودمت على ذلك مقدار 10 سنين. لقد كان الغزالي نموذجا للإخلاص في حياته الشخصية وتجربته الروحية، فلا نكاد نجد فرقا بين ما كتب وبين التجارب النفسية والفكرية التي عاناها. بل إن آخر لفظ فاه به الإمام الغزالي كما يروي ابن كثير، لما سأله بعض تلامذته أن يوصيه، فقال الغزالي: عليك بالإخلاص. ولم يزل يكرر هذه العبارة حتى مات. مشروعه الفلسفي نقدي تجديدي، ومشروعه الديني إصلاحي إحيائي، وتجربته الصوفية تجربة روحية خالصة. لقد عالج بعقله النقدي أمهات القضايا الفلسفية، تأمل طبيعة المعرفة الإنسانية، ووضع في ميزان النقد قدرة الحواس والعقل، واتضح له أنه لا يمكن الثقة بهما دائما. بحث في مسألة الزمان والمكان، وربط بينهما في تلازم بين النشوء والتكون، قائلا: كما أن البعد المكاني تابع للجسم، فالبعد الزمني تابع للحركة، فإنه امتداد الحركة، كما أن ذاك امتداد أقطار الجسم، فلا فرق بين البعد الزمني الذي تنقسم العبارة عنه عند الإضافة إلى قبل وبعد، وبين البعد المكاني الذي تنقسم العبارة عنه عند الإضافة إلى فوق وتحت. الدكتور جميل صليبة في تقديمه لكتاب الغزالي المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العزة والجلال، اعتبر أن نظرة الغزالي إلى مفهوم الزمان والمكان نظرة نقدية أصيلة، فهما علاقة بين الأجسام. وقد وجد بعض الباحثين أن الغزالي اقترب كثيرا من نظرية الفيلسوف الألماني إيمانويل كانت، والتي تقول أن الزمان والمكان من مقولات العقل، وهما صورتان قبليتان سابقتان للتجربة نستعين بهما على إدراك العالم الخارجي. تكمن أصالة الفيلسوف الغزالي في بحثه حول مسألة السببية، فقد كتب قائلا: إن الاقتران بين ما يعتقد في العادة سببا وما يعتقد مسببا ليس ضروري عندنا، بل كل شيئين ليس هذا ذاك ولا ذاك هذا، ولا إثبات أحدهما متضمن لإثبات الآخر، ولا نفيه متضمن لنفي الآخر،
فليس على ضرورة وجود أحدهما وجود الآخر، ولا من ضرورة عدم أحدهما عدم وجود الآخر، مثل الري والشرب والشبع والأكل والشفاء وشرب الدواء. وأرجع هذا الاقتران إلى قدرة الله سبحانه وتعالى. في الفلسفة الحديثة تطرق الفيلسوف دافيد هيوم إلى هذه المسألة، والتي لا تزال متداولة في حقل فلسفة العلوم. عبقرية الغزالي أيضا تكمن في أنه تطرق إلى قضايا فلسفية كثيرة، نظر إليها من زوايا متعددة، فله دراسات منطقية ونفسية وتربوية وخلقية واجتماعية، وتحدث في أمور السياسة والدولة، وبلغت فلسفته مرحلة النضج عندما شرع في تجربة الشك حوالي سنة 487 هجرية. هناك أحس بأنه لا يستطيع المضي في هذا الشك، لأن طبيعته تميل إلى اليقين، ودفاعه عن الإسلام السني يتجلى في كتابين بارزين، هما كتاب المستظهر وحجة الحق. نجد أيضا أن الغزالي تطرق إلى مواضيع عديدة، ومنها تهافت الفلاسفة، وهذا الكتاب ألفه في مستهل 488 هجرية، وقد أشار إلى أن الفلاسفة يمكن تكفيرهم في ثلاثة مسائل: الأولى تتعلق بقدم العالم، والثانية تتعلق بفكرة أن الله لا يعلم إلا الكليات ولا يعلم الجزئيات، أما الثالثة فتتعلق بإنكار بعث الأجساد. اتجه الغزالي إلى البحث عن ملكة أخرى يمكن الارتكاز عليها والاطمئنان إليها، وأخيرا وجد هذه الملكة في الكشف والذوق عند الصوفية، مما كان سببا في بدء مرحلة جديدة وأخيرة في حياته ابتداء من سنة 488، هي مرحلة التصوف. هذا هو منح التطور الفكري الفلسفي الروحي عند الغزالي. ويبقى السؤال البارز: هل استطاع أن يخرج من بطون الفلاسفة بعد أن دخل فيها؟ مع تولي علي بن يوسف بن تشافين مقاليد الحكم خلفا لأبيه، لم تستمر العلاقة الوطيدة التي كانت تربط بين الغزالي ورأس دولة المرابطين. كان سبب التوتر إحراق كتاب الغزالي إحياء علوم الدين، الذي وصل إلى الأندلس والمغرب سنة 503 هجري. آنذاك كان الفقهاء في دولة المرابطين قد تبوأوا مكانة رفيعة. المؤرخ المغربي عبد الواحد المراكشي وصف ذلك قائلا: أمور المسلمين راجعة إليهم، وأحكامهم صغيرها وكبيرها، فانصرفت وجوه الناس إليهم، وكثرت أموالهم واتسعت مكاسبهم. اشتد الجدل بين مؤيد ومعارض لكتاب الغزالي إحياء علوم الدين. كان المعارضون أكثر عددا وأقوى نفوذا، فشنوا حملة شعواء على كتاب الإحياء. بسبب ما أبداه الغزالي من تذمر للفقهاء وانتقاصهم منهم، إذ فضل تسميتهم بعلماء الدنيا، كما عدى مرتبة الفقيه أقل من مرتبة المتصوف، إضافة إلى اتهامه الفقهاء بالاهتمام بفروع الشريعة دون الأصول، وأيضا إلى ما حواه الكتاب من أحاديث ضعيفة وموضوعة. المؤرخ ابن القطان ربط بين سقوط دولة المرابطين وإحراق كتاب إحياء علوم الدين، وعلق قائلا: كان إحراق هؤلاء الجهل لهذا الكتاب العظيم الذي ما ألف مثله سببا لزوال ملكهم واستئصال شأفتهم
على يد هذا الأمير العزيز القائم بالحق، وكان يقصد ابنة مورت. ويأتي القاضي أبي القاسم بن حمدين كواحد من أهم الفقهاء الذين تصدوا لكتاب الإحياء. ثارت ثائرته ورفع الأمر إلى علي بن يوسف بن تشافين، وأصدروا فتوى تنص على إحراق كتاب الأحياء، وأنه لا تجوز قراءته بحال من الأحوال، رغم معارضة بعض الفقهاء من أمثال أبو الفضل ابن النحوي، وقد أشرنا إلى ذلك في الحديث عن محنته. كتب علي بن تشافين إلى أقطار مملكته يمنع تداول كتاب الإحياء ومصادرة كل النسخ التي بيعت منه والتفتيش عنها في المكتبات العامة والخاصة، وأخذ الإيمان المغلظة من الناس بأنهم لا يملكون نسخة منه. وبعد أن جمعت نسخ الكتاب أمر علي بن تشافين بقرار رسمي وبفتوى فقيه قرطبة بن حمدين بأن توضع في صحون مساجد الأندلس والمغرب ليصب الزيت عليها، ثم توقد فيها النيران فتحرق على مرأى عيان الناس وعامتهم. ويروي ابن القطان المركشي في كتابه نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان هذا الحادث أنه وقع في أول عام 503 هجري، وتوالى بعدها إحراق كتاب الإحياء في سائر بلاد الأندلس والمغرب، وإنزال أشد العقوبات بمن وجد عنده نسخة منه، وسفك دمه والاستيلاء على ماله. لماذا الحديث عن محنة الغزالي؟ اشتغلت أنا وأخي عبد الرشيد في هذه الحلقة ضمن سلسلة محن الفلاسفة على إعادة استحضار شخصية الغزالي في القرن 21 كمحاولة جادة للتفكير في الزوايا المظلمة والمسكوت عنها في شخصيته وفلسفته. لقد عاش الغزالي في عصر الفتن والمحن، عصر التكالب على السلطة السياسية، عصر الاغتيالات والاستبداد والخوف، وكان عليه أن يختار فاختار الحرية. لقد كان الغزالي بحق غزالا غزل ثوب الحقيقة بخيوط الشك فحولها إلى يقين، كان طوسي المولد وطاووسا يمشي فوق الأرض، والطاووس هو رمز الكرامة والجمال والحياة الخالدة، وقدرته على إبصار الحقيقة أسطورة تكرر ذكرها في الفولكلور الصيني والمسيحي، وسكنت روح الغزالي. ولا عجب في ذلك، فقد كانت طوس مدينة العلم والعلماء. لقد كان قدر الغزالي أن يعيش ألم اليتم صغيرا وألم الشك وغربة العقل طوال حياته، وشخصيته التي تبدو للبعض مفهومة وواضحة هي في حقيقتها أشد تعقيدا، فذو العقل يشقى في النعيم بعقله. لذلك كان علينا لزاما الحفر والنبش في زواياها الخفية لنستمد من فلسفته قبصا من نور نهتدي به في عصر اليتم السياسي والثقافي.